مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا كلكم كويسين جدا جدا. موضوع النهارده غريب شويه الحقيقه. انا من كام يوم كنت يعني قريت بوستات على الفيس، ناس كتير بتهاجم الإعلامية ريهام سعيد وبتنتقد طريقة كلامها، وموضوع شدني فدخلت أشوف الناس بتنتقدها ليه. لقيت إنها طلعت في البرنامج بتاعها قعدت تتكلم عن الناس التخينة وقعدت تقول بصراحة كلام مش ممكن حد ممكن يتخيل، انه يعني اعلامي محترم المفروض بيتكلم على منصة برنامج والبرنامج بيوصل لكل الناس. الناس التخينة ميتة، عبء على اهلها وعبء على الدولة وعبء. الناس التخينة بتشوه المنظر، يعني انتي وانتي ماشية كده بالإزدال ولا بالعباية ولا بالجلابية ولا 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 ومش قادرة تمشي وبتعرجي عشان ركبك وجعاكي، وطبعا بتبقي كلك عرقانة لأنك عندك كمية سموم غير طبيعية، فقدتي كل أنوثتك، فقدتي ضحكتك، فقدتي كل حاجة. امبارح كل الناس اللي معانا اللي جوزها سابها وطفش، واللي اتخطبت مرتين وفسخ منها، وكانت دايما اللي يختارها راجل تخين جدا عشان يبقى قدها أو ترضى هي بيه أو هو يرضى بيها، بس هو ده السبب، ولا معجبين ببعض ولا متفاهمين ولا اي حاجه، باصين للاحجام ان هم مقاس بعض. تقول الكلام ده، الكلام اللي كانت بتقوله، كانت بتقول اول حاجه عن الناس التخينه ان هم عبء على اهلهم، عبء على الدوله. كانت بتكلم كمان ستات وبتقول عن الستات اللي هم بيلبسوا إزدال او بيلبسوا عبايه ان هم تخان قوي ومنظرهم متعب وبياخدوا نفسهم بصعوبه وانه بيعرقوا كتير، وغير انها كانت بتقول انه التخان دلوقتي مش بيلاقوا عرسان رفيعين فلازم التخين يتجوز تخين. الطريقه نفسها انا استغربت بصراحة ان ممكن يكون دي نوع من انواع مثلا الدعم. يعني انت لو عايزة تقدمي حتى مساعدة للناس، وهي فعلا يا جماعة هي في البرنامج بتاعها بتساعد حالات، بس ما ينفعش ان انت تساعديهم وفي نفس الوقت ان انت تقولي لهم كلام يعني تسمي بدنهم. يعني انت بتعملي ايه؟ انت ازاي بتساعدي الناس وفي نفس الوقت بتقولي لهم كلام يدمرهم؟ اول حاجة انا عايزة اقولها لك انه الناس التخينة مش عبء على اهلها، بالعكس ده فرد زي اي فرد يعني في العيلة، محبوب جدا وبيبقى معظمهم دمهم خفيف وبيبقوا جدعان جدا، اهلهم بيحبوهم وبيدعموهم. الاهل لو كان في مشكلة واحدة بس بتبقى ان هم عايزين الشخص ده يبقى دايما صحته حلوة وصحته جميلة، فبيبقوا كده بيحاولوا يشجعوه ان هو يبقى احسن، لكن عمره ما كان عبء بالنسبة لهم ان هم متضايقين من منظره والكلام ده، لا. بالنسبة للستات اللي انت كنت بتكلمي عنهم وبتقولي لها ان انت حركتك تقيلة وان انت بتلبسي عباية ومش عارفة تمشي، انا عايزة اقولك ان مش كل الناس معاهم فلوس علشان يعملوا عمليات شد وشفط ويبقى منظرهم حلو زي مثلا الناس اللي هي بتبقى مقتدرة او معاها فلوس. في ناس كتير حتى مش معاها فلوس انها تشتري دواء يساعد في التخسيس او حتى انها تروح جيم علشان تلعب وتقلل من وزنها. في امهات كتير من الطبق اللي انت اتكلمتي عنهم دول اصلا بيوفروا اللقمة علشان ولادهم، وهم ممكن ياكلوا اي حاجة، ممكن يسدوا جوعهم برز او بمكرونة او اي حاجة من النشويات، وطبعا بيتخنوا مع الوقت، بس في النهاية دي ام حريصة على انها يعني ولادها ياكلوا احسن حاجة وهي بتاكل اي حاجة عشان تسد جوعها. فما ينفعش ان انا اهين بالطريقة دي واقول لها ان انت تخينة او ان انت منظرك وحش او ان انت عبء على الدولة او عبء على الاهل، لا طبعا. يعني ده كلام تجريح بشكل كبير وبشكل غير مقبول بالمرة. ده غير ان انت كنت بتقولي انه في ناس اللي ناس التخينة بتدور على ناس تخينة عشان يبقى الاوزان متناسبة، لا هي مش احنا مش بنقايد مثلا كيلو بطاطس بكيلو مش عارفة ايه، لا طبعا خالص. ومين اصلا ادالك يعني ادالك الأحقية انك تحكمي على الناس؟ وازاي تحكمي على الناس وتقولي ان هم بياخدوا بعض عشان تخان؟ ازاي كده؟ ما هو في ناس كتير جدا تخينة ومتجوزين ناس رفعين وعايشين حياتهم مبسوطين وسعدة وكتير جدا. بالنسبة لموضوع ان هم بيبقوا عرقانين او ان هم بيعرقوا كتير، اي حد بيعرق يعني في الصيف في الحر ده، العرق مش مقتصر على التخين على فكرة، الناس رفيعة بتعرق والناس التخينة بتعرق، كله بيعرق. فالعرق ده مش سمة للتخان بس ان هم العرقانين او ممكن تكون ريحتهم وحشه، لا مش كده خالص. انا في حاجه كمان بجد بفكر فيها، يعني المفروض الاعلامي او الشخص الاعلامي ده شخص بيطلع على منصه وبيكلم
يعني بيطلع من شاشة التلفزيون بيكلم كل الناس. يعني انت ممكن تكوني بتتكلمي في البرنامج مثلا وقدامك عيلة بتتفرج عليك، يعني اب وام والاولاد. لو مثلا الاب كان تخين وانت عمالة تقولي الكلام ده، اول حاجة انت جرحتيه، ايه منظره قدام مراته، منظره قدام ولاده. يعني الكلام مش ما ينفعش يتقال اصلا، وعمره ما كان ده كلام تشجيع. يعني لو حتى انت كنت طالعة علشان ده تشجيع او بتشجعي الناس بيه، فده مش تشجيع، ده هدم، ده تدمير. مين قالك انه الشخص التخين مش بيحاول؟ ومين قالك ان هو مش طول الوقت بيقع وبيقوم وبيحاول تاني؟ مين قالك ان الناس التخينة مبسوطة عن حياتها؟ مين قالك ان هم فرحانين بوزنهم؟ مين قالك ان هم ما حاولوش وتعبوا 100 مره وخسوا ورجعوا تاني وما زالوا بيحاولوا علشان يبقى شكلهم كويس؟ مين قالك ان هم اصلا راضيين عن شكلهم وراضيين عن نفسهم؟ الناس التخينه، وانا في ناس دايما بتبعت لي رسائل وبتتابع معايا، الناس دي تبقى طول الوقت في قمه الالم، متضايقين من منظرهم، عايزين يحسنوا نفسهم، عايزين يطلعوا في احسن شكل، عايزين الناس تعاملهم زي اي حد، لكن مش عايزين يبقى في عنصريه وطبقيه والناس تبص لهم ان هم فلان ده تخين، فلانه دي تخينه، يا ايه منظرها، ازاي هي عايشه كده، ازاي هي بالطريقه دي. لا، محدش بيعمل كده، الناس كلها بتحاول وبتحارب وكل واحد عايز دايما يبقى افضل. كمان في نقطه تاني، انه في البرنامج كانت بتقول ان هو الشخص بياخد اسبوع، وعند ما عدى اول اسبوع كده انت هتبقى كويس وهتكمل عادي وكانه ما فيش اي حاجه. يعني خلاص انت اسبوع واحد هتتعب وبعدين هتلتزم بنفس الاكل وهتبقى صحي وفتنس ورياضي والكلام ده. احب اقولك لا، يبقى انت كده معلوماتك مش صح بالمره عن فكره الدايت او الرياضه او التعب. هو مش اول اسبوع، هو اول اسبوع ده بيبقى لسه بيسخن، المفروض انه بيكمل اسبوع والتاني والتالت وشهر، شهر هو بيعافر، ولو وقع الشهر التاني بيحاول يسد نفس الشهر اللي بعده. الموضوع مش بالبساطة، يعني الموضوع مش بالسهولة اللي احنا بنقولها وبنطلع نتكلم بيها بقى بشكل عام. لا، لو فعلا الواحد جرب وفعلا الواحد يعني عانى مع التخن والخسسان والكلام ده، يبقى لا، هيبقى عارف ان الموضوع اكبر بكتير من موضوع اسبوع. الموضوع ان هو الواحد يبقى عنده ارادة ويبقى عنده تشجيع. المهم ان هو يعني اللي حواليه يشجعوه علشان يقدر يطلع، لان السمنه دي مرض زي اي مرض. لكن هو سهل قوي ان احنا نتكلم، لكن صعب جدا ان احنا نحس بالناس ونحس بالمعاناه بتاعتهم ونحس ان هم اصلا فيهم اللي مكفيهم. حتى في ناس اصلا ما عندهاش فلوس انها تشترك في النت وتشوف فيديوهات على اليوتيوب على التخسيس او على الرياضه او الحاجات دي. فيبقى انا ما وجهش كلامي لطبقه من الناس واقول لهم انتوا عبء وانتوا ازاي عايشين، ويعني واتكلمنا كتير ومحد سمع. اتكلمنا كتير ومحد سمع ايه؟ وانا في درس حساب وانا بقول لهم ذاكروا والمره الجايه ما ذاكروش، يبقى انا اتكلمت كتير ومحدش بيسمعني. انا عايزه اقول انه في النهايه انا ما ينفعش تدي لنفسك الحق ان انت تهاجمي ناس. اولا انت كنت تعبانه والناس كلها دعت لك بدون استثناء، الناس كلها كانت بتدعي كل يوم انه ربنا يشفيكي، خاصة لما قالوا انه مرض غريب شوية ومرض مش شائع، الناس كلها كانت بتدعي لك. الناس دي انت برنامج بتاعك وقف، وهم يعني فيما بعد تناسوا اللي حصل ورجع البرنامج بتاعك تاني. فحتى لو كان انت بتعملي كده مثلا علشان انت بتشجعي، لا، انت كده بتدمري الناس اللي وقفت جنبك. وحتى لو في 10% لسه متمسكين بيك، انت كده بتخليهم يبعدوا عنك ويفقدوا الامل اصلا ان هم يقدروا يعني ياخدوا الدعم منك. انا بوجه رسالة لكل شخص بيعاني من السمنة، مش عايزاك تفكر في اي حاجة، انت ممتاز، انت قوي، انت بتقع وبتكمل وبتقف، انت احسن من ناس كتير قاعدة مكانها ومبتعملش حاجة. انت طول الوقت بتحاول تدور على طرق علشان تخس، وبتدور في صفحات النت على نظام رياضة ونظام اكل، وبتجيب الدواء الفلاني وبتحاول وبتعافر مرة واثنين وثلاثة. انت احسن من اي حد. انا من هنا بوجه يعني كل التحية لكل واحد بيعاني من السمنة وبيحاول، وبقول له انت يعني لو حتى اي حد بيكلمك علشان تخس ده عشان صحتك، لكن انت مقبول، انت محبوب، انت اجدع حد، انت دم خفيف،
الناس اللي يعني الناس اللي دايما بتبقى يعني بطوطة شوية دول احسن ناس واخف دم واجدع ناس وبنحبهم وصحابنا، واحنا كلنا بنخس وبنتخن وبنخس وبنتخن، ما ينفعش حتى ان انا احدد الناس دي واتكلم عنهم في طبقة وحدهم وخليني انا في طبقة تاني، محدش عارف بكرة في ايه. في ناس بتتخن من امراض، في ناس بيبقى عندها مرض بيتخنوا، في ناس تحت ضغط وستريس بيتخنوا، في ناس ايا كان محدش يعرف ايه الظروف اللي بتخلي الناس تتخن او لا، محدش عارف، لان احنا كل يوم احنا نفسنا بنقع وبنقوم وبنخس وبنتخن. وانا بقول لكل واحد بيحاول كمل وما تسمعش لاي كلام ممكن يضايقك او ما تحبطش، انت زي الفل وانت يعني حقيقي بطل، انت في اللي انت بتعمله بطل، وكفايه ان انتوا بتسعوا وكفايه ان انتوا بتكملوا، وان شاء الله كلكم هتوصلوا، واشوفكم يا رب في احسن صحه واحسن حال، واشوفكم دايما محققين كل اهدافكم ومفيش اي كلمه بتاثر فيكم. وتحيه كبيره جدا مني لكل واحد بيشوف الفيديو.